ازيكم يا رجالة، عاملين ايه؟ النهاردة ده يمكن يكون اول فيديو ليا اطلع بنفسي، ولكن النهاردة هعرض ليكم شوية تمارين ممكن تعملوها في البيت من غير اي اجهزة او اي معدات او امكانيات. هنعمل النهاردة تمارين للصدر في البيت. اول واهم تمارين هنبتدي بيها هي الضغط، والضغط من اهم التمارين للصدر لانها بتشغل الصدر والتراي والكتف الامامي، فهي بالتالي بتشغل اكتر من عضلة. وانا هعرض معاكم التكنيك الصح للتمرينة دي، ولو عايزين حلقات من دي تاني ياريت تبقوا تشاركوني وتقولولي في الكومنتات. وبرضو عايزكم تشاركوني وتشاركوني رأيكم وتقولولي هل انتوا عايزين ان انا اعمل اب اطلع بوشي ولا افضل فويس اوفر زي ما انا. تاني تمرينة هي الضغط ولكن انكلايند، والتمرينة دي عبارة عن انك بتحط رجلك فوق حاجة وتبتدي تلعب ضغط. التمرينة دي ميزتها انها بتركز عن الصدر العالي، وفي نفس الوقت تمرينة قوية جدا للصدر. انا النهاردة جمعت لكم شوية تمارين كده ممكن تعملوها في البيت للصدر، ولو عايزين نكمل في سلسلة الحلقات دي تاني قولولنا، يعني ممكن اعمل لكم سلسلة كاملة لكل تمارين كل عضلات الجسم في البيت. ومبدئيا كده اقوى تمارين ممكن تعملها لعضلة الصدر في البيت بدون اي اجهزة هي تمارين الضغط بجميع انواعها ومشتقاتها، ولكن انا بحاول على قد ما اقدر اعمل تمارين تكون امكانياتها موجودة في كل البيوت ومش محتاجة منك اي حاجة او اي اجهزة غير يدوبك عقلة ومكان فاضي تلعب فيه. تاني تمرين هي الضغط ولكن وايدك ضيقه. التمرينه دي ميزتها انها بتركز اكتر على عضله الراي، وفي نفس الوقت بتشغل عضله الصدر من النص. تاني تمرينه هي ضغط ولكن بتبدل بكل ايد في كل عده، والتمرينه دي نفس فكره الضغط ولكن هي في نفس الوقت بتزود اللياقه البدنيه وبيشتغل فيها الميد سيكشن منطقه الوسط بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت فيها نفس خصائص تمرينة الضغط ولكن بتكون للمستويات المتقدمة اكتر شوية. رابع تمرينة، ودي من اهم التمارين لعضلة الصدر لانها هي المسؤولة عن كثافة عضلة الصدر، وفي نفس الوقت بيشتغل فيها الكتف والتراي، هي تمرينة المتوازي. ولكن احنا ما عندناش جهاز متوازي فنضطر نبدلها بطريقة تانية. هتلعبوها بنفس التكنيك اللي موجود في الفيديو، والتمرينة دي من اكتر التمارين القوية والفعالة. خامس واخر تمرينة، ودي تمرينة للصدر العالي، ويمكن يكون في ناس كتير جدا فاكرة انها تمرين للظهر، ولكن هي في الحقيقة لما تمسك ضيق بتركز على الصدر العالي اكتر، ولكن ده مش معناها ان الظهر ما بيشتغلش. الظهر فيها بيشتغل بشكل ثانوي، ولكن الصدر فيها بيشتغل اكتر، وفي نفس الوقت عضلة البايسبس بتبقى شغالة معاك.